يواجه الكثير من الأطفال بعض الصعوبات خلال مراحل نموهم ونضجهم، فكيف الحال إذن بالأبناء المشهورين الذين يجنون أموالاً طائلة؟ لابد أن حياتهم أيضاً ليست وردية. تعرفوا معنا في هذا الفيديو على 10 من المشاهير كانت الشهرة لعنة عليهم فقام والديهم باستغلالهم. الممثل شيا لابوف بدأ مسيرته المهنية عندما كان طفلاً صغيراً في مسلسل تلفزيوني معروف باسم إيفن ستيفنز، حيث لعب دور الطفل غريب الأطوار في المسلسل. وعلاقة شيا مع والدته علاقة جيدة، بينما تعاني علاقته بأبيه من بعض المشاكل، حيث تخلى أبوه عنه حينما كان في الثالثة من العمر، إلا أن والده عاد للظهور في حياته حينما بدأ شيا في تأسيس حياته المهنية والدخول إلى عالم السينما. وقد صرح شيا في الكثير من المقابلات التلفزيونية أن والده رجل متلاعب ولا يريد سوى المال، لكن يبدو أن كل كلماته ذهبت دون جدوى، ويبدو أن والده يعاقبه بطريقته الخاصة. من المعروف عن الممثلة لينسي لوهان أنها موضع سخرية الجميع، إلا أنها فعلا قد مرت بالكثير من المشاكل خلال حياتها على الصعيد المهني، إلا أن علاقاتها الأسرية داخل المنزل كانت متوترة بعض الشيء. فمنذ سنوات قليلة سابقة اعترف والداها أنهما أساءا معاملتها وهي صغيرة، وأنهما سبب بشكل أو بآخر لما آلت إليه الأمور معها اليوم، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي عاملوا بها لينسي. من المرجح أن يكون زواج أبويها غير المستقر كان له بالغ الأثر عليها أيضا. بينما كانت الممثلة أريال وينتر تجعل الناس يضحكون في مسلسلها الكوميدي مودرن فاميلي، ما لا يعرفه البعض أنها قد طردت من المسلسل، وذلك ليس بسبب سوء تصرفها وإنما لسوء تصرفات والدتها، حيث كانت والدتها كريستال ووكر تتلقى اتهامات من صناع المسلسل لتدخلها المستمر على سير أحداث المسلسل، كما أنها تقوم بمضايقة الآخرين في موقع العمل. انفصلت أريال عن والدتها بعمر 14، فيما تحاول الأم اليوم أن تعيد الأمور لطبيعتها مع ابنتها. لقد شهدت فترة التسعينات بزوغ نجم ماكو كليكالكن الذي كان مطلوبا للتمثيل في أي فيلم يخص الأطفال، وعلى الرغم من أن الأمور تبدو وردية من الخارج، كانت حياته اليومية عبارة عن كابوس مستمر، حيث كان والد ماكوكلي ممثلا مغمورا سابقا لم يعد يتلقى الكثير من الأعمال، وهو ما دفعه لأن يدخل ابنه في عالم التمثيل، وهو ما أدخل الغيرة في قلب الأب حينما بدأ يتابع نجاح ونجومية ابنه. وقد استطاع ماكوكلي في النهاية أن ينفصل عن والديه ومنعهم من إدارة ممتلكاته التي تقدر بحوالي 17 مليون دولار أمريكي. لم تكن حياة الممثلة درو بايمور سهلة أيضا كما يبدو للجميع، حيث تعرفت الممثلة على حياة التمثيل في عمر مبكر بسبب والدتها. ففي عمر 9 كانت درو تتعاطى الممنوعات بتحريض من أمها. بعدها قضت درو حوالي 3 سنوات في مراكز إعادة التأهيل وصولا إلى سن 13، واستطاعت درو أن تنفصل عن والديها تدريجيا. من المعروف عن مايكل جاكسون أنه أحد أشهر وأعظم الموسيقيين في عالمنا، لكن بعيدا عن الموسيقى كانت تصرفات مايكل تتميز بالغرابة، حيث بدأ مايكل حياته المهنية مع عائلته التي كانت تتكون من 5 أطفال كلهم يحترفون الغناء. وفيما كان مايكل وإخوته يحاولون الظهور بابتسامات عريضة، كانوا يهابون والدهم جو، والذي فرض عليهم قيودا كبيرة، وكان يستمتع بمعاقبتهم وخاصة مايكل. ويبدو أن مايكل كان يحاول أن يعيش طفولته التي سلبت منه حينما كان صغيرا. بروك شيلدز شخصية فنية أخرى تعرفت على مجال الفن في سن مبكر جدا بسبب والدتها، حيث بدأت مسيرة بروك المهنية بطريقة غريبة جدا، حيث لعبت في عمر 12 دور فتاة ليل. وفيما كانت والدتها مدمنة كحول، اعترفت بروك أنها كانت تواجه صعوبة في إبقاء الأمر على ما يرام مع والدتها، إلا أن والدتها تقول أنها كانت تسعى لإبعاد الرجال عن ابنتها للحفاظ على عذريتها، إلا أن ذات الأم أجبرت ابنتها على التصوير في سن 10 والظهور على أغلفة المجلات. لا يمكننا أن نتحدث عن الآباء الذين يسرقون أموال أطفالهم بدون أن نذكر غاري كولمان. حينما كان الممثل صغيرا كان يضحكنا بجملته الشهيرة What you talking about Willis؟ وكان وقتها غاري أحد الشخصيات المعروفة جدا في عالم الترفيه، وكان يحقق أرباحا طائلة، إلا أنه ولسوء الحظ اكتشف غاري أن والداه كانا يسرقان هذا المال الذي يكسبه، فانتهى به المطاف لمقاضاتهم لسرقة ثروته التي تقدر بملايين الدولارات، لكنه حصل على 1 مليون دولار منهم فقط، واستمرت القطيعة بين غاري ووالديه طوال حياته.